اتفق المدير الفني المخضرم للاتحاد السكندري ليتعاقد مع الفريق لموسم 2020-2021. معنا على التليفون الكابتن طلعت يوسف نفسه المدير الفني للفريق. كابتن طلعت اهلا بيك، مبروك التعاقد الجديد. اهلا بيك يا هاني، الله يبارك فيك حبيبي، كتر خيرك. بدايه كل سنه وحضرتك طيب، ووحشنا ويا رب تكون بخير. ياك انا بخير بس قاعد في البيت. واضح الملل على صوتك. الحقيقه يعني يمكن عشان احنا مش متعودين على اننا ما نبقاش في حاله حركه دايمه، لكن ان شاء الله يعني الامور تعدي على خير باذن الله ونرجع احسن من الاول في جميع الانشطه باذن الله. باذن الله. الاتحاد السكندري ما كانش حابب انه يستنى، ولكن بدا يفكر كمان في الموسم الجديد، فتفاوض تم بسهوله اعتقد ايام قليله جدا، وقررتم الاستمرار في العلاقه التعاقديه. عايز اعرف التفاصيل كابتن طلعت. ما فيش يعني، هو اصلا الموضوع كان معلق بسبب انه الرؤيه ما كانتش واضحه بالنسبه لامكانيه استكمال الموسم من عدمه يعني. اعتقد دلوقتي الدنيا شويه بتقفل في اتجاه عدم استكمال الموسم، يمكن بتقفل في اتجاه ان الكاس يتلعب وان يعني يعقبوا بدايه موسم جديد. فمن هنا بدا التفكير يعني في المرحله اللي جايه، يعني استاذ محمد فتحني في الموضوع من اسبوع تقريبا، واتفقنا اننا نستنى شويه لحد ما نشوف. لكن يعني النهارده كان في جلسه جامعتنا دي يعني والامور اتحسمت واوريدي احنا متوافقين تقريبا في كل حاجه، ما كانش في اوجه خلاف. يمكن اتكلمنا شويه كمان في مدى احتياج التيم لدعم في بعض المراكز، تعاقدات جديده وارد انها تحصل دون الدخول في التفاصيل، لان الدخول في التفاصيل تحتاج لبلان يعني يتحط على ورق. فده هيحصل برضه خلال الاسبوع الجاي، يبقى في بلان عام ونبتدي نتحرك في التفاصيل ان شاء الله. لكن حصلت على موافقه مبدئيه بشان احتياجاتك الفنيه للفريق الموسم الجديد؟ بص القصه مش قصه يعني يبقى في شروط او طلبات وتحصل على موافقه، القصه انك تحس بان اللي قدامك عايز ولا مش عايز. مظبوط. فهو يعني استاذ محمد عايز، يعني اكيد عايز، لكن هناك حدود. يعني هناك انت برضه مرتبط بسقف امكانيات يعني في تحركاتك، يعني انت مش زي انديه ثانيه عندها خزنه مفتوحه. ايوه. انت نادي جماهيري ومواردك برضه محدوده، وهو بيسعى بقوه الحقيقه لتنميه الموارد في الفتره اللي فاتت وفي الفتره اللي جايه. ففي النهايه هناك رغبه اكيده بانه التيم على اقل تقدير يعني يظهر في الموسم اللي جاي بصوره لا تخل عن الموسم اللي فات. أيوة. ونسعى بقوه اننا نطوره كمان. ايوه. تطوير الفريق فنيا يعني كان من ضمن الاسماء اللي بتتقال. انا عارف ان لسه حضرتك بتقول لسه في اسماء او في بلان واضحه تقدم. عمار حمدي دايما بيرتبط اسمه بالاتحاد السكندري وان الاتحاد راغب في ضمه، هل ده اسم يبدو قريبا او ممكن تتم صفقه زي دي مع الاهلي؟ بص هو عمار من السنه اللي فاتت واحنا لما دخلنا فيه وكان هناك اتجاه قوي من ناحيه النادي الاهلي ومن ناحيه عمار نفسه، وهو كان بيتكلم كتير ويتواصل كتير والى ان حسم امره في النهايه بشكل مفاجئ في اتجاه نادي الجيش. خلاص يعني الموضوع بقى مش القرار مش عندنا، القرار عند النادي الاهلي وعند اللاعب. لكن انت بتسالني من الناحيه الفنيه ديجيتال وايز، يعني هو الولد كويس واعتقد ان هو اتعرف في مصر من خلال نادي الاتحاد، ما اتعرفش من خلال النادي الاهلي ولا من خلال اي نادي اخر يعني. وهو نفسه قال ان نادي الاتحاد اضاف له كتير جدا جدا، وانه كان يحب ان هو يكمل مسيرته جوه النادي. ف في كيمياء، انت عارف في لعيب ممكن يبقى كويس جدا لكن يدخل مكان صح ما ينورش، وممكن يدخل مكان تاني، فهو كان نور جوه نادي الاتحاد. اذا كان هناك في امكانيه ان هو يتواجد جوه نادي الاتحاد، انا اسال كمدير فني اقول اهلا يا ريت. طيب كابتن طلعت، انا بحب اخد راي حضرتك في امور حتى مش بس مرتبطه بالنادي اللي حضرتك متعاقد معاه، لكن بامور كرويه في الوسط الرياضي. وعايز اعرف رايك في الموقف الحالي بدون تحديد اسماء، لكن الموقف الحالي بين تصريحات من مسؤولي الزمالك وتصريحات من مسؤولي الاهلي والاجواء الحاليه في الوسط الرياضي في ظل توقف النشاط. لو هتقول رايك، وثانيا كمان ايه الحل اللي ممكن تقدمه علشان تنتهي الاجواء الصعبه دي؟ بص يعني هو اكيد الاحداث اللي بتدور في الوقت الحاضر
لا مكانها ولا توقيت ولا توقيتها خالص. يعني هي بتمثل بالنسبة لي أعتقد وبالنسبة للوسط الرياضي المعتدل مفاجأة. يعني إحنا مش في حاجة إلى هذه المشاحنات ولا إلى هذا الشد والجذب، وخصوصا إنه إن وأنت بتقول إنه النشاط واقف. أي يعني أوريدي النشاط واقف. يعني إحنا لما يبقى النشاط واقف نبقى فاضيين لأننا تطلق مشاحنات ما بيننا وما بين بعض. أعتقد إن إحنا في حاجة مش كوسط رياضي كدولة لأننا نلم شملنا، إننا نتكاتف، إن كل واحد يحط كتفه في كتف اللي جنبه. الأمور صعبة جدا، ومصر بتمر بمرحلة يعني ما صادفتهاش قبل كده، ولا العالم صادفها قبل كده. مظبوط. فده أدعى إن الناس تبقى كول شوية، هادية شوية، وإنه التفكير في أنا لسه بقول لك على الأستاذ محمد بصرحي إنك تبقى حاسس ومطمن لأن اللي قدامك يبقى عايز. النفس الحاجة لأنها تبقى عايزة إنها تقرب من اللي جنبها. مظبوط. مفيش ما يستدعي لأننا نتشحن خالص، ولا من الزمالك ولا من الأهلي ولا من أي حد خالص خالص. أتصور إذا كانت هناك تبقى مبادرة من الوزارة، من أي حد كبير جوه الناديين بعيدا عن مجالس الإدارة، من حكماء هنا أو هنا، الموضوع محتاج يتقفل يا جماعة. يعني كده كتير كتير، واخدين انتباه الناس، واخدين تشتم. خلي بالك يعني مش واخدين انتباه الناس بس، لا زعلين الناس. مظبوط. يعني ناس زعلانة لأن ده بيحصل. لا وبعدين هناك قامات ويعني جوه نادي الأهلي، هناك قامات جوه نادي الزمالك، ومجلس الإدارة هنا وهنا عنده من الخبرة والكياس لأنه يستوعب اللي الناس بتقوله. مش وقته يا جماعة، مش وقته. وحتى لو كان وقته ما ينفعش يحصل. حتى في الظروف الطبيعية مش مفروض ان هو يحصل. يعني نتمنى ان يكون هناك هدوء في المرحلة الجاية ان شاء الله بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، وببارك له وببارك